المحطه الطرقيه ان شاء الله الجديده، تكون الطريق ديالها الرمليه هذه، لكن مازال الاشغال ديالها 2022 شهر 9 تقريبا، موسم الدخول المدرسي. تقريبا على وشك الانتهاء، لان الاصلاحات مستمره والقناطر جاهزه، هذا الطريق لم تكن في السابق ولا الطريق في الاسفل، لان هنا القنطره لم تكن، فهي موجودة الآن. هي المحطة الجديدة التي سوف تقوم بتعويض محطة القمرة، محطة الطرق في القمرة للحافلات. هذه الطريق أسفل الطريقة التي أمر بها الآن، فهي هنا قنطرة كما تلاحظون. هذا مطار هنا بتوصل ان شاء الله المحطة. هذا مركب مولاي عبد الله كرة القدم، أظن لم يبقى الكثير، لأن هذه المنطقة كلها كانت فقط أشجار وأرض يعني عادية، ليست فيها أي مباني أو أي شيء، وإنما كانت طريق، أظن كانت مثل هذه الطريق فقط التي هي اللي كانت موجودة. هذه هي المحطة الطرقية للحافلات على هذا الشكل. فهي عن قرب موجودة بين الرباط ومدينة تمارة تقريبا في الوسط، ولكن هي في مدينة الرباط، ولكن في هذه الجهة فهنا مدينة تمارة في هذه الجهة، فهاد المنازل فهم في مدينة تمارة. هنا غابة والطريق الموجودة هنا فهي الطريق السريع إلى بوزنيقة، أو الطريق السريع فهو يؤدي إلى بوزنيقة والصخيرات، المهم إلى الدار البيضاء. هنا طريق سريع، وهنا ملاعب القرب، وهنا هي هذه المحطة الطرقية. صورة عن قرب،
التصوير عملة، ولكن سوف ألاحظ هل هناك حراسة موجودة أم لا. إذا كان غير مسموح فإنني سوف أتراجع. شكلها الذي سوف تبدو عليه إن شاء الله عند اكتمالها، ما زالت قليل من الإصلاحات والأعمال الجارية